هشام ابو رزق رئيس جمعيه باين سبور العدائين مدير الضوا. كما شفتوا اليوم حوالي اكثر من 10000 عداء وعداء جاوا شرفونا في هذه النسخه العاشره ديال كانت كما ديال بوسكوره. كان واحد التوقف ناتج عن جوحة ديال الكورونا. كان عندنا واحد التخوف ان هذه النسخه ما يكونوش هذوك لي زوتوماتيزم يكونوا باقيين كاينين، ولكن الحمد لله كما شفتوا من الانطلاقات لحد خط الوصول كلشي داز بخير على خير. كان هنايا كان كل العدائين وصلوا وكانت التجربه ديالهم من الانطلاقه الى الوصول ناجحه في كل المعايير. هذا النجاح الحمد لله كان فيه واحد 250 بينيفول اللي اشتغلوا معنا. تنشكروا من خلال هذه المنابر السلطات المحليه اللي تاهي جندات اكثر من 500 عنصر اللي وقفوا على السيكوريتي وعلى الوقايه هنايا. تنشكروا الجانب الطبي اللي حتى هو كان حاضر معنا. وفي حقيقه كما شفتوا انتم الناس كلهم دابا واصلين وكاين هنايا واحد التدفق عادي، كلشي عجبو الحال وكلشي فرحان الحمد لله. عدد المشاركين وصل اكثر من 10000. كيف استعديتوا لهذه الدوره العاشره من بعد ما من بعد كورونا؟ وهو الاستعداد كان عندنا حنا واحد المعايير كنت نحترموها من النسخات القديمه، ولكن التوقف ديال الاربع سنوات كان شويه ديال التخوف لان ما كناش عارفين شحال يكون ديال الاقبال. حنا حاولنا نحدوا المشاركه 10000 مشارك باش نضبطوا الامور، والحمد لله كما شفتوا كل شيء داز بخير على خير. سي سفيان، اولا تبارك الله عليك، وشنو تقول لنا على هذا السباق هذا؟ الحمد لله السباق ما كانش سهل، كان سباق في المستوى، كان عدائين في المستوى، كان تنافس شريف. الحمد لله بفضل السرعه النهائيه قدرت نفوز، هذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. كنشكر المنظمين اللي صراحه دار واحد المطاف اللي كان رغم انه صعب وفي نفس الوقت جميل، كيخول لك انك تقدر تاخذ بزمام الامور وسط لاكورس. والحمد لله السباق كان في المستوى، كنتمنى حد موفق في باقي السباقات ان شاء الله. كيف مرت العمليه يعني من انطلاقه حتى من انطلاقه كانت مزيانه الحمد لله، وسط الباركور كذلك وسط الغابه ديال بوسكوره الرائعه كما كتعرفوا كانوا العقبات كثيرين. رغم ذلك ما قدرتش ناخذ المبادره في ليكوت كما كنقولوا، حتى الامطار الاخيره الحمد لله بفضل التجربه ديالي قدرت نفوز والحمد لله. حتى الجيش الملكي حسناء الزاهي، وكنشكر نجل المنظمه على هذا السباق. والسباق كان صعيب شويه في فاري، والحمد لله كانت منافسه قويه ما بين العداءات، استطعت نسيطر في 10 كيلومترات الاخيره. وهذا السباق داخل في الاستعدادات ديالي في نص ماراثون بطوله العالم مقامه في اواخر الشهر ان شاء الله. نتمنى نمثلوا المغرب احسن تمثيل ان شاء الله. ان شاء الله كيفاش
مرات يعني الانطلاقه وكذلك الانطلاقه كانت زوينه الحمد لله، وكانت المنافسه قويه، وكان باركور صعيب شويه فاريي، والحمد لله استطعنا الفوز بالرتبه الاولى. انت من نادي الجيش الملكي؟ الجيش الملكي. كيف استعديتي لهذا الماراثون هذا؟ داخل في الاستعدادات ديالي حيت كان وجد الماراثون نصف ماراثون بطوله العالم مقامه في اواخر الشهر ان شاء الله. امين ان شاء الله. السلام عليكم، معكم العداء المحجوب دازا، عداء عالمي، عندي ساعتين 5:26 في الماراثون. اليوم جيت شاركت في 15 كيلومتر ديال غابة بوسكورة، حصلت على المرتبة الثالثة، وهذه كتدخل في الاستعداد ديالي للماراثون ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم. وصراحة في اليوم المطاف ما كانش سهل صراحة، لاني انا عداء ديال الماراثون، وكان اليوم كنوصل الغابة، وكتعرفوا كاين لي كوط، كاين الهباطي، كاين الحفاري، ولكن الحمد لله انا اخذت المبادره من الاول، وانا يعني واخد زمام الامور، واخد الامور بجديه باش نفوز، ولكن في الامطار الاخيره ما خانتني الصرعه النهائيه صراحه، لانني جريت السباق تقريبا كامل، والحمد لله فانا فخور بالمرتبه التالي ديالي، وكنشكر المنظمين صراحه اللي اليوم بانوا على واحد المستوى كبير في التنظيم صراحه، اللي مستوى عالمي يعني، وكنفتخر بان المغرب الحمد لله ولينا تنظموا بحال هاد السباقات هادو، وكنشكر المنظمين المره الثانيه بزاف، وكنقول لهم ان شاء الله نتمنى بهذا السباق ان شاء الله يستمر لاعوام واعوام ان شاء الله. تكلمني على المشاركه ديالك في ماراثون بوسكورة. المشاركه دائمه ماراثون بوسكورة، واخا ما نشاركوش العام كامل كنجيو نشاركو فيه، ورغم ان شحال هادي ما جريتش 10 كيلومتر او 15 كيلومتر، فحاولت نجري فيه، لان سباق اللي كيغري بالجري، لا من حيث التنظيم ولا من حيث اللوجيستيك ولا من حيث الطبيعه ديال غابات بوسكورة الزاخره، خاصه بعد امطار الخير اللي عرفها المغرب. فشكرا لشي هشام ابو رزق، شكرا لجميع المنظمين، شكرا للمستشارين، شكرا للسلطات المحليه على التنظيم اللي في مستوى عالي، وكيضاهي سباقات خارج ارض الوطن، وكنتمناو مزيد من السباقات اللي تجي على المغاربه على ممارسه الرياضه. وشكرا للصحافه على الوجود ديالها بكثره. عندكم هما بلوكي لا روت. تيا بلوكي لا روت. تحياتي نفكيرك. تحياتي صاحبي. مرحبا. احنا خوتا صاحبي تنسيتي. الله يحفظك ليا. عليه شكرا جريدة الانباء. العفو. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.